اهلا وسهلا. كيفك ست اميره؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. ولكن بنتمنى انها تكون اول زياره لجيراننا الجداد بغير ظروف، وان المناسبه سعيده. بس لما سمعنا باللي صار حسينا انه لازم نجي. الحمد لله على سلامته ابنك. منيح اللي قطعت على خير. الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله. بعتقد انت بتعرفي ليش ابنك اتهم ابني فارس، مش هيك؟ يمكن امبارح ابنك دهمه لآدم بالمكان كان عم يتعشى فيه، ولما سألته الشرطة إذا شي مرة تعرض لشي تهديد ذكر لهم هي الحادثة. بس أنا اللي ما عم أفهمه، ابنك ليش عم يهدد ابني؟ آه، يمكن بسبب المنافسة اللي بيناتنا، على الأغلب هيك ما هيك؟ المنافسة بدها تكافؤ بين الطرفين اللي عم بيتنافسوا. ما فهمت. عادي، لأنكم بعدكم جداد بهالمجال، بس عيل الظاهر من العيلة العريقة بجبيل، وبيرجع قصها لأكثر من 300 سنة. ونحن بعالم البزنس والتجارة من زمان، ومننافس بشرف. فمهما سألتي من أهل جبيل رح يقول لك مستحيل إنه فارس طاهر يعمل هيك. عظيم. معناها ما لازم تعتلي هم. اللي لازم يعتل هم هو أنت وابنك. يلي عم بيسبح بمي ما بيعرفها هو ملا له. انتبه عليه من الغرق. بفهم من هذا الحكي انك عم تهدديني؟ لا، انا بس عم حذرك. بتخيل هيدا اللي عمله ابني فارس مع ابنك. حذره بس ابنك ما عم يفهم. انا لو كنت مطرحك كنت مسكته لابني وفهمته، قلت له انه اللي بيوقف بوجه بيت ظاهر كانه واقف بوجه كل جبيل. قد ايه الواحد بده يسبح بعكس الطيار؟ كيف بتحبوا قهوتكم؟ نحن رايحين، ما رح نشرب قهوه.